تاودي يا ريجست يا برامج كاكون كتدبات على ابو حنا وغه لنا موضوع تدبات كده صار في انه سلنا هاي بلسي الصوماليه دو باهي هاي ان لو فافاهيو وعن التدبات كان داودي يا ريجست يا برامج كاكون كتدبات كان ان وغه لدونا ما نمي لصار في قدهان بشعب الصوماليه غارهان براه بلسي دو حاسي اد وصو شعب حي كوح عصب ولا مقعب حذي الصادعون بالحق او اي شيغان ان ايهن اورر عصب او دنكا اورر ديمد عصب او شيغان ان اي دونيان ان افكارتودا اي فاهيان او اي كوباهيان غودان با شعب الصوماليه وحنا كوخدا شي لا شيغاي ان دال الصومالي اي كاميت هاي اي كسور لغو لغو سو دوي او اثر كيدونا لا شيغاي ان ماركي هوره غودان با لبدي بشان اينو كوبودو جنو او افرتي رجب وافقسن لوغو دواقاي دالكاسي مصر ومقالوني المقدشي يقرب ويهرقيس اي كم انتهينا داد فكر كاسرع سن اي كهد لين والقلب كورباهين تسلم كان اي شيغان ان اي كوح داسي اي كو ابتسنين او يدونين ان فكر كاسي اي داد كوباهيان هذا موحان برامج كا ما انت عن دونينا ان شعب كسومالي لوفا في كوح داسي وحا اي تهي افكار تهي هم بارسن تهي وحيابها اي دونيان اي وليبا سيدا اي تهي ان شعب كسوماليين اي مسلم كاه لوغو ديغو دادكا كواس او كلا او افكارتا ان وافقسنين دينتا اسلامكا دونيا اني شعبكا كوفافيان وعاستيديا اللي جوغا او برامجكا سي او يقلقا بقل دونا او داحت شعبكا سوماليان هل كان كلا دي دونا دي استياش راديو مدوشة او ايو داودياش تلفشن قرن سوماليات با عبد الرحمن سهل او اغاسيما حرونتا الارشاد او كفا اللوتا كوحا حق جيركا ايو هرماها كوحاها تطرف كدنك دينيغا سيادة أو تخصصي أو وحبذن أري ما هسي كلا سعودي سدو كلا شيخ وين شاع الوديس أو إن بذن أستاذ سوماليد أي قانان أو كم إذا دعاء سوماليد وحبذن أي كفا إذن هجر يا سنة الله كسيو قول أنت وقت قوضا يان هم دوني يانا نقو ما تعليو أو أي دون نقص نقا أجيبين إن أي برامج كنا نقلق يبقران أو أي شعب كلا هدلان أو أي وشيغان فكر كو أهدن كو حداسي يودتك سوماليد أو إنتو البذن لقيا باي inay ku wareeraan kooxo maalin mid cusub ay timaado oo isdhaan waxyaabaha si wareerka ku keeni karana ay doonayaan ragani maanta la jooga inay diinta saxda iyo risaalada ama fariinta saxda ah ee Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam laga soo gaaray oo soo gaarsiin culimada Soomaaliyeed iyo ku koreeyba ay tahay inay sheegan balse ugu horeyntii waxaan doonayaa waxaan xusid mudan in sidoo kale daawadayaasha iyo dhageystayaasha ba ay su'aalo ku aadan kooxdaani iyo arrimaha ku saabsan dadka khubarada nala fadhiisa wixii su'aal ku aadan kooxdaani iyo mowduucan ka hadlayno ku aadan ay nala wadaagi doona hadii waqtigu uu noo saamaxo hayeeshe waxaan ugu horeyn doonayaa in ugu horeyntii aan Cabdiraxmaan Sahal soo dhaweeyo oo aan ku bilaabo su'aasha koowaad oo ah bal kooxdaani iyo waxa ay tahay maadaama arrimahan oo kale waxyaabo ku tacluuqa inta badan ay tahay waxyaabo adinka aad baaritaanada iyo ku samaysaan بسم الله أنا صنت هاي صاحب هي مشاهدين تداول نساء يلمان سومالي دوان سرابيا كو حدان وحيسو صارين دوا بيان كي كوباد يا كي لبات كدب رقايا كتير سان ايا سي شرحي و قيبا كمدا اما هان غوان عالبا كسو صارن اما هان غوان سومالي اما هان غوان انجلش marka hadan soo koobno wax dhigana jamaacadan waa jamaaca cusub laakiin fikirkeedu uu sax cusbayn oo macnaheedu yahay jamaacad caalami ah oo masar xarunteedu ay tahay ninka amirkeedu uu yahay nin la yaqaan oo iska macruuf ah oo hadda saaxadaan ku cusbayn rabtana in ay bedel ka noqoto jamaacati kale ka jiray caalam islaami sax rabtana in xuquuqii aad oo wax maamusho markii waqtigeedu u gaaro sax doonaysana inay dadka wa cadeeyso waqtiga hadda lagu jiro kale oo kala qaadaynin dadkan muslimiin iyo walaal kala qaadaynin in dadkii xidda guud ama magarnaysa diinta islaamka oo laga fogaaday oo laga tagay xukunkii oo aan isku xukumeynin ilaahay oo lagu jido dagaalan oo xukunkiisa la haysto ay suguud ayuu khataa koob u cadeynayaa sax
ويقو استعمالها يا أيها الناس استعمالها وحاكمو قطن من كان إنه نمنو أقول له تخصصات كل الدول له بشدة كسوني حجرة إلى أفرت سنوسي الشيغان كسوني بدن كسبري إسبدينا وقت إن هدي لجوغو هدي كل واقعان إنه وحل هذا صاحب البصاد من تحت الأقدام إنه كسر مين كران أوريدي كل يجري ماشي كجري لكن وحاوحي ماشا أي أي رصو شرطيان أم صوبان ديان وحاميش كده هم مغضي وحيا بقى دكوه يجري وإن شاء الله الشيخ وصيف فافحين دونه أو الجاهلية ومصطلح معصبه تدكو جاهلية بمعنى إن الله نغضي أفر يتبان قرن كهر تدكو هذين يكونوا ليه ودي بين سنين وقت اليوم أحمد الصحراء نعم الحاكمية إن الحكم كإلهي وأن يحكم بينه حكم كإن لغتري ما قلتني تانا مركز أي كبار نيسو تدك إن الخطاب الله غير إذا وحي الكسرين ما حال دي الله بعض دعوة الرسول كسي شغلين ما حال دول السري لكن أفرطا صنع بيسير الكسر بدين بينما النبي صلى الله عليه وسلم مكة كدب هذا إسرع إعلانية معنا دول حكاد يغلط عيك دعوة صدح 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 ما هو وانتنا بي مرحلة سرية أفتن سيسودي مرحلة جهري هذا بلابين ويودي دونان مرحلة حكم إفلنيان أذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وضغط كل واقع دونان وإلاين دونان قف كستور كوري ما دو أولون المسلمين تألين دونان ويجاري دونان إذن ما أها جماعة العصب منهجا هي فكرا هي سياسيا معها وحان حسن دون مؤسس أميركا إن دراسات هذا الكلام وقف على مصر وكذا بحثين في الشيء يعني إنه كم لها ونكتي أوه رئيسي أو هو قادة ولد على مصر وكم لها إنه كم لها أيوة كوي تمنى أصلا وحكوا كم لها دكتورين الظواهري وهذا الجعيلة هستا يا كم لها مركب متى كان دوانين إلى لو يلا بعدين صنعتها بعض الجامعات سعود وكذا ومعانا خلاص ومعانا خلاص وأنا تدوي تدير جاري كوخ المركب وحال ديك سؤال سو كوبا دا دودو وحاول احس انت نوم مقطع تدوات الى كنت الى تدوات الى سديت رك داري او وباهن بلودا دمنا يا وحا نغ هبا او فرد كفايه ان سك ريبنو مي وغيين لكن مركب ورمك دهن وحنا جماعه وكتس المسلمين مركب دهن معقول به لكن حافظ في وسطي مركي ما تكون الى سي اخري ودك دهن هذا التوفيق اني قرينا أريماس ونك الدين تي وحيابها فكر قص عيدها هي حديثي وحيابها عسكنا يعني واستعمالان شيخ يعني نجوا بقول واحد دونا ينسو أشكال يعني برا جالسين تما دتك ودنا مس العلماء يدتك وحماك لسعرها بيان كود الغد كأخره خباك وحكو جاية بشريد أطمن حيكلي وضم العالم كجرا أطمن وكم ذي هنكو هذا عالم إسلام الشيخان هي وحي كبحين دين الإسلام بمعنى تحكيم الشرع الله رغم هيو ما شاء فيه شبه كجرتا إسلاميون تقولن حركات كقولن دعاة كقولن وحيدات كقوية ليان إن مقرنا يسا تحكيم شرع الله إلهي سبحانه وتعالى سعيس روح حكمته كتاب إلهي إنه يهي الحاكم إن مقرنا يسا أخلاق ذا وحوم وقتبه إنه حاويان وحدود المسلمين الصون ولا يو إن حدود دي لفليو سجود وحطتكو لما نقول له سوي الله رواية لكن قابك أيه وحيان يعني أي أها صاكوا به منهج كي تكفير كها صوب حي كوس غالب ونحن كي حبسي ذا مصر كصوف بحي طبعا يرادي العذابي أي ما حد حري أي ما كده مسويدي محل لي عذابي كتاب القرآن كه وكده بقرآن في قاطع السن قدو مكة ورايد ومجلس وكذا فكر كي أي مرة بعد دب الصوب نولي وصلوا لي أنا بوياني وحسن جرفان وما سنتي شعلي هديب اللي هي دتكي دينتي كتجان ووين قالوا وين اللي هي ذي علماء ذينك دتكي وح شيء جاي يروح لنا سكودر بل وحيابها سيدا جار كأي هاي صار وهاي ندتك كو جالسين عن دتكي شنو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مركورة وزارة ورفع فينتا و تي في غرنكا إذا عاد رادي مضوشو انتبه سلامية
وزير كعصب إيه مامل كعصبنا وملينا يا إلهينا وندعينا أمورها لو فوضي إيه لما بمؤسسات كان دولة مدعونا أقوي هاي يبار لوان كان إيه حكومة إيه لما عندتك مسؤولين تا نمن كان ليرا صادعون بالحق سيدة أستاذ عبد الرحمن بوشاغي ورتو نمن أسماها مقع إيه إعلان كمبا عصبه ورقل إيقانه يعني مثلا صوماليا مخلق صوقاته رقان تكفيرك للهجرة تكفير الهجرة أما دوت كان إلا قال يسيء تدباتنك هي سد حدية الله كان صومالي هاد صومالي دولة دي كعنك عصوبة قولي وافر سنجر عمر كاس أي رق مصر تقي أي كسوقات فكر كاس فكر كنا وحو كل شيء شكري مصطفى يمكن أن يرضى هايو شيخ الأزر كان أمر صومالي وزير كان أها شيخ محمد حسين ذهبي دلي سيقى رقي سيحفسك تعذيب كفراء بدنايو سيد قدرنا لقود دلي يعني بغادر عودة أي رق بدن لقول لي رنتي دعادنا هاي فكر كان نوع تشدد وهاي است لكن هدا إن للدلو أساس لوح السوق أيضا مدرين وجوان عبد الناصر غلب وكبر هاي ها أرميه حل جاس دمر على تدابات ميدي أيضا ونكر جاس هاي وضد السادات حل جيس هاي ذي حبسك سحن لقوا عذاب جري نملك لك صوص صار حبسك نملك لك صوص صار يبا وحيب الله بين ملك أيون عيني رد الفعل أيضا ما يندل أي بلابان وزير نكاس وزير كأي دلين ملك يدلين ولا سوق قبتي ولا توكتي فكر كسيدي وقفلي حلية لاس أيها الصومالي اللي كان مركز الصوفاء صح رجل صوفاء رجل يقانوا هاي وقولي نول انتو ضبون مركز فكر كله كان هل كان مركز طبعا الصومالية دعوة كسعتي الصبا صحوة الإسلام كحوق كسعتي شين حمع على حسن لون حديث دي تفسير كيسي ولغو أروس سنائية دروس بدنا كسعتي فكر كمركز رجل صحوة لن يرمك الحيمت لن يرد وديد يعني انتو ضبون ولا غريمت وابو عنتمي ويسي رد بدن العلماء هاي الشيخ عبد القادر نورفار حلون حديثين كي شابك إنه قد دلنت قروا وكملها الشيخ محمود عيسى دبج جوا رد بدن العلماء أو دعاء وين أو بارزين رجع صحوه كل حجرها ودرس الشيخ محمد مع الرجع سواء في الحياة هاي كوري في المكبة هي رجع هروح ويجينا أوض ناين ومحاضرين حقلها لقدي يعني حتى رجع هوري من عقب حسن ده رويس أمريكا عسكري هاي لكن صحوه كل حجري محاضرين ندك حق بدن ما الله دقي ممكن مركا فكرك وإسكابيان مركا إسكابيان أيجي بقى وحيس ما يقول هذا مركا هذا هذين الصومال ذا مصر بيها هذا نتجين حقوي خفيفين أفكارتي لنا مصر أي كتي من الرنتاسو وحياة بدن أي مركا هري كياني إسكشو دبعين وحكم ذا دتك وحيد برايين إني عنا عند الصومال ذا مركا روحي لاين وحرانا معنا كلون كيعون جيران يوحي وخشان وحيرين بمنزلة أهل الكتاب أو كلها لوني يستها على سكعنه مخايدها هي مدام يسوس كتب كل جودين حول مالك سقشان كلون أو سمار أنت ما كنا قوم عن جلبا جاس سيد أو كلا تقبل لها يسوس جورس جرين مركب ربي الله بين إذا أبه جويدين وحيرين أبه هل ويدي هل جورس له كده من أمريكا هاس أو أي جا هلا قصي نكاح سد نكاح رونتا وحيرها هي بالله بين وحكم لها هي خفيفين أول شغلة يسقون لدي جامعات كبيخوض بحيم وكها جرين ودك أنت جالسين هذا كان أحبهن وعيرن دبها لو وصلها تدك جامعات كان قلنا حلا الحجلو حلا الحجلو سكول هذا الله شقي تولد حلال كعيدة ماذا يكون سياسة ما يعني كوا صرف سكول أنا لقبته أساسي وصل الحجلين قلنا عسى قوم الكورة كه جري وعيرن بيزنس كان لقلو بنجي هذا الله معامله يا الله أركو إني تامر حلا ده يقول بعيا الله مسلم حول أبانية أساس دردد ويخلى جبل مركب قرد جديد قارد ديدي أو يرينا من كانوا حكيت الدوبين خدك صحاي أو أقول تشددك وهذا بجرى أكون كدول ونلر من عثمان وما ذكيه عانه ولا يقانه قرجوا مرك رجع سوى رجع هذا لا يقان تكفير كلا يقان عادي أو مقالوا يك السنة أو مساجد الدقايق أو كفدا الصومالي أو كفدا سحولي وصلا حتى نلك مرة شابك جوا ويجوان إنك صار شابك أي مرك قارك هذا أتكي يعني ويسنو كلين ويسوج معي سن شابك حتى وقال سينا يا مركب واحد يقصون وانا عين ملك نمن كان مركب نور المقالة وحنا يجينا تخفير كل المقال كا ده حلا يسكحرتين جامعة قالين بيزنس قالين نمن حراها يستواي هذا رغيه وسقرنا يعني نقصي سعد الرحمن الشاقي وهي مثلا مرحلة سرية وجره لكن حد ضدك قال يسين سكوارك تيكا يجي كوا كلاته وكم كلا دوانا وضدك قال يقان لما نحيي كسر وقال فرق كلي ولا حي وحوا إسقرين تيجي كوا نا سي حالات أي كان لجان كوا نا هوا دي لأنه ونون هذا جيس كان لجان وبناتي يعني هرت أصل كوا جذور ترك هسي كتمن رنت رجع عنك هلا يقان لمن صبرتي سيد أستاذ عبد الرحمن الشاقي قارقود إيش قاستان ولبا أخلاق المجتمع الحيس أخلاق في عن كله
احترام لو يقانو دبيعات في عن كو غسلايا عن هي هاين وحاوي كلي وحال نجر ونيا مالها مالها كدن قرايا لا تابلنا ولا سكن ما مالها صار لك الحجر كلي دقالدي سومالي سو مرت دي قبيلي هي دي دي, دي, دي وحاسن من حجر جرين نم بنان كجوي هاينو وحيبا يعني انو امان امري هنا هي فكر كان هذا اي سوكر ديين او صادعون بالحق منك مصر كاو مصطفى كمال منك اللي مصطفى كامل اساسا دقه هويل كاو تضوات يسدي جركا كنت قال بقصد كيس قال كانوا رشاق قرن مالها حلقة قرن اي اسلام مركي بقى مصر نكجرة وحا عجيب مصر ومانت الاوغي هو ملتري وهستولبة ان يشكو قبصدان واستعلانيان ودولة بضن دبكي من مندوبين الصومال حتى وقت ديكا تقي كقيب قلان تالف تدوا وح ارن اضو يبضن واي اوبان الا بار لكن سيكستبها هات نمك هدوا استعلانيان سومالي أنا ولقى أيدي ورجوا وين ولو ذي يقان وده سيد الشيء أسوأ شيء وسات كنت نجر رأيك سوين أنا قاس مركي دعاد وين هايين وسات ذا أو قارك ذا إسقول ذا أي معلمين كاي قارن أي جامعة قصبة عنا نقول نمن لأن يرى أو دوس اللي حقت لنا هاي صح عتبر تبيدي باللغة ذا مركز سيد نقول وين هاي نقول أنا وهذا ما أنت شيء وهو وين نحن ما نسمع نقول قوات ذوات نجر ذوات نجر اللي إحنا نجربها مركز وحوي مركو أرجع يعني ما أنت جراد إياه وحي برا لها يعني أنت يقول ربها هلاك هذا أنا وصبرتي في المجال بنع سلا بلت غودن كلي خامه وحوي مركو مشكلة ده مركو ما يصير توعه وترى صح حق يعني أيق وحيين حق أفكارته هذا سيد أو أستاذ عبد الرحمن أو شعري هذا وقت تكفير وعي تكفير كانوا ونمضى مسلمين إلا قال يصير لقونا قال يصير شبه وح نصوص عدد مركو سد حر موضع أيو تكفير كل سنة هاي سد حذنا قاب خلدن بيقول للسنة دك مسلمين تقال يسين هاي مدك بعض وحواي شو هذا كبعض وحواي أو يهستان وشو هذا هذا بقى المغلي نوعه إن حاكمي الإله سبحانه وتعالى لو أديك صد إن مسلمين تلقال يسين إله حاكمي دي سو ضغطك ما تعلم الله سبحانه وتعالى وحلي أنا وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله كتاب كيس إن ضغطك لحظ روحكم النبي محمد الأمر صلى الله عليه وسلم إن الحكم إلا لله حكم كإلهي بائس كله مركب وأنا عباده الكمديها لكن عيد إنه الدليل شذا مسلمين تقولوا قال يسيا خوارج قبل هذا حين خوارج قبل أبد خوارج تلفت الدنيا وأنا أحسن إيدين جعل هي حاكمية إلهي أن أتكلم أنا وما ده هو قال يسيا لو محمد النبي صلى الله عليه وسلم عيد أنا إنه الدليل عيد سورة يوسف الدليل شذا لفظ قال يكون جين وسيد علي هو قال يسيا هو وسيد علي رضي الله عنه هي الصحابة هو قال يسيا لجوكته إن الحكم إلا لله وتسيد علي يري كلمة حق أريد بها الباطل وكلمة حق لكن باطل وجد هذا قال لي وادك إلا قال يسيا مسلمين تار باطل قال لي وها مسلمين ما هذا هذا إيه شعب كذا علم هذا إيه وقال لي هذا أيد الأسد اللي سنة مركا تاس مركا سكر مصطلح علم هذا شرعي غني وحواي تنزيل الآيات القرآنية وتحميلها في غير محملها يعني آياتها القرآن كود الجي لو حمبار وحي سن حمبرين وحي سن شق كلهم معناها ميلي سن هين ولا ميلي سن هين لا ما كان دل قال لي هاي خوارج كل نتي إنما كان هذا جد كاسي هايان آياته بيدني شنا يانسي وآياته وما ده حين لو صارت مسلمين ترى يود عم سنتر لكن إن ولبا الله صعية إن آياتها سلفولين أي واجب تاي وآياتها الله منكم ليه ومنعكم من الفلاكم الكافرون وفق إلى كتاب سك حكمه وقال كفر قاس السجع تفسير كعلماء الله هذا واجب هذه المسلمين تقولون يدل هذا سلام كل من قال يسير على جيل ماي وحواي مرك يدت خوفك وشرع إلهي كحوك حكم تمين وقال لي هاي وحي علماء تفسير بدني قليلا تفسير كوجهري وحواي خوفك دو آمن سيا شرع إلهي واجب يعني نقول رقمه لكن ظروف مرك هذا جرى من برامج كانوا ديار سنين أما عفسي بوك قوائن وشرع هذا كل رقمه عليه كلا سارة أما مرحلة دي وفر الله هي بسوي لي ديار إنه جيد سعد كده قصي سعداء كل وضو حلس كل حسين علماء المسلمين لما ركوا دوا مسين عقيدة هم وهم مسين مثلا عقيدة وهاي لكن تاكتيك وحكي لي ميهين أما شرع الله وكل أمة لكن لا روس بوقاتي وهوى سوق شيء ومال نقل يحد سوا حقوق له عناية أسباب كل الدول ولا يرى موانع الكفر أجرت أنت سؤال إنه حيدي لا يعرف كنا نقول قالت سنين أي علم الكفر فهمت لو ما قالت سنين تفسير مرة بعد أي مركز يقصد الدول إذا ما نقول ولا دعان ولا دب على قلية هاي مدى الله بعد وحاوي ابن عباس وآيدة فسر رضي الله عنه كبير المفسرين القرآن أنت فسرت وقويل وذي النبي قود عليه صلى الله عليه وسلم صحابة كو قدر أجرت وحوري إنه كفر دون كفر قال لي ماذا آيدة شيء قال لي ماذا مدى التقينان ما هنقول له دين تعلق بحياة متكسو متكسو كيسا ومعنى هذا أوي هاي قفكو هدية أو شريعة إلهي
أو إنه كل رقم وجعلها لكن أما هو كلفت أموحي أن شرنا فراغ بناي إنه سدين تكبحين لكن أو معسك ولا عايو لتوجيهنا الوعي قلنا تفسير علماء الإسلام ورنا يقاتن أهل السنة والجماعة ورنا يكون تجين صحابة وجوه رسول ابن عباس ابن عم سعود عبد الله عمر يكل الغنوم مجرن كاسوا هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم حلي قيسة قفك واحد عليك تحكم كإلهي إنه هو كان سمي واي ومركب كهري ماذا يعني النبي وقت يسوع صلى الله عليه وسلم حديث صحيح نن وحارس خبطة نن أنصاري ي محاكم يراد ي نن سحابي هاي ولما نبغى ذكر سعد بن أبو غاص أي واحد خبطة بيه مرين يرو مال بيه بيرها بير بيرت تجي بيها أما ما كنار كي بيها قد بناء بيرها مركز سؤال النبي قال سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أرنتي مركو باري وضدك ورصدي وحلو قالي سعد بن أبو غاص إنك حق لي مركز سؤال سعد أدو بيها مركو رأي حسوا كده من صاحبك قد بيه بيرها قد بتي مركز كوي حلو ها قد بيها سيد عادي قد بيها إلهي باوتو ضدك إني قران ربا مركز سوحي وري أن كان ابن عمتك هنا إذا إنه يمسس وحكم يسافر وهل ليه دون النبي صلى الله عليه وسلم وقرتبه وإنه إنه إذا يهي بقين النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يسين أصحابه دون ما قال يسين حقوق إنه ودي هذا أبوه مركز دماء سوى يعني نهز كوها يوز وكو قصبنا نظرا نبقى حقوق ردي ما لقى نغن عيب لكن كو ما قنع سنة مع ذلك الله ما قال يسين وحكم انتهى موانع لو حاكم إذا قفكو إنه يعني حكمك أرديه ديد ما أوديده ما أنا وحكي له تور إنه يعني دنا أسوق أوليه ماش كواي ومركز حوا وحالا مدة كير حكمك سوى أركا عدالة دي كل يحضي حكم إلى إن كلام حوا العقات الرشود قات وحالا مدة سوقنا سكر سكر أوي أوديده وحكم مدة إن قال إيه بلاي جن هي ستة بقايا أصل ما أنت أود ما هي الشرع هذا كوع لا نسوا حوا كحيل هذا يسوا لكن أمزن أصلًا ما لقالي سكر، والما الإسلام كنا أساس الليهين، والمتأول وأنا ظروف عيسته، مركا ولا لهن مركا وحياه يكون خلديه وحاكم ذا، رنتي إن أي شريعة الإسلام كم مستدرت هي علماء الإسلام كوه يقاتن، إن يقاتن واجب كوه، إن أي تفسير إن مسألة ديوجا وأصل بقواعد وكل سائر تادتك إن لقالي سير، سيدا أسوق وأركس سيدا نهينا بن هذه هذه قصوى بحان، مبدأ صح ما هن خبرني أقول وكل نطي. كوه هذا ما أنت جوجا ده ما كان شاب كلفته وحوى وح أقدر ما اجتهادات كود إيجا يدين تي أقدر هوا حلا كوكر دون هني وعوم هذا مرك عبد الرحمن بل أري ما هم مرك سي هو سلا هو لما كان أفرت سنة واحد شيء يعني إني سي هو سب عشان يكودن أو هذا أي بنات لي ما دين مرك مرك لا فيريو أفرت إن قصنا حقيقة مقرعين ومحس ما ناين أنت أنا بس أول ما سنتهي سو شغل شيء وحويان قلنا إنه إسقلين لا بقى يبغون ولا كيف سمعين خيبت مشايخ الشرحية وعائن أي عزلة شعورية دارينك أنا حاولين إن ذكر تعاملان إن وحقتان إن وحلاعونان لكن جذها وحي وحي درينسين أو وحي سك درينسين يا ذكر إن جاليهن وهديهن لكن أنا معناه ويكذب يعني كون كلا عيقة أنتي تقولين كسميستين وحاولين لا يقان تكثير كودو بمسام شيخ كواس وكمل يقانه كواسا ولون عاد عادو بدن او ميالو كاستا او ني جوغين ما جيرتو كان اسس فيعم او غلان و عبد او مغلنسا او سو كوريا واي لفتو وقت بدا غاري دونا لان محايلي اي ولا يقانا نوقتي هي وقت مي غاري دونا او ما بلان ما هي وقت اي حوغيستان دغان بو واقعا مركن ما كان افرت كسنو دو حويان وقتي بلوغ وشيخ شيه تواتني صدق افرتي اي سو افحيين وحويان والوهريمين الصومالي بيهن والوهريمين سو شيخ الشري مصرنا والوهريمين أو حويان إخوان المسلمين أيها وها هويدي أباها وها أيها كوريمين ودعاة لا غضات يعني ما شاء الله حويان وكوين دعوه لغير ما لكن حركاتنا وحكومان وذلك جالسيان ما مركا لأن يردي مركا كوكان علي وكسو علني كوكان علي منهج كسير قد كوكان علي صدقوا الشيخ دكتور يوسف القضاوي حفظه الله أو أن ملتينا أو عالمة أو مصرية أو أحقفك عن به كرة كتاباتك إيه منهجك السيد قطب رحمه الله هو يقانا وأخرين كرة وحويري منهجك سيدة معالم في الطريق سيدة كتاب تفسير دلال القرآن نسخة دلالات إيه كتابك له وأشياء منهجك جارية القرن منهجك ومنهج التكفير ومنهج وحوري خلاف سن منهج أهل السنة والجماعة أي خلاف سنة منهج تكفير عوي وذلك اللي وجدوا لكن عوي سيخطب ظروفي سما كان عجوا واجتهادي
marka waa ijtihaaday marka waa gafay marka hal ajir buu leeyahay ajir kala ma leh waa mujtahid ijtihaaday laakiin gafay wadadii buu gafay hal ajir buu leeyahay laakiin in la raaco laakiin oo kuntiisa dib loo soo nooleeyo oo waxa weeyaan wadadii si la qaado waxa weeyaan dadku wuu uga tagay ma garta marka nimanka rasaaisha hadda xataa kuwa isqaana hadda saaduun bilxaq rasaaishooda iyo mustalaxaadka adeegsanayaan iyo markaad fiiriso iyo kuwan kale ayaa laftooda sii jiray ee ilaa qarbana maqarkoodu yahay magaalada qarno shana jooga meel kastana jooga ismaayeela jooga oo waxa uu jooga beero meel kasta jooga ayagana waxa weeyaan rasaaishaas unba ayaguna bay aruuriyeen oo ay isu akhrinayaan waa isku mid labada qolo marka kay khatarsan waxaa khatarsan kuwan asaadcun bilxaq أسادعون بالحق أفرتك سنة هدي أفرتك كيسة ما قلنا صح دك بدر مكاس أفرتك كيسة هاي رأيش أنت اللي إيجي مايا صح بكوس أنا واحد حكومة أنا واحد قصدي لا يبعو صح لكن وحا عد إن الحوجة صار إن وحبر شو وهاي إن الحوجة صار إن بي سي سنة جراحسي ما بدها اسمع سكعت مك وحا عد إن أنا يرانين سامين بدن إن أنا يرانين دفر بدن لكن هذا محاكين مك وهذا كان وحاجة وحيس لين عفرت كيسو السير الصماعين حبوا كين وين ولو حدا ما دام معلمين أنا قمني فكان الكسونا عم كهرني أما لقيا بحد أنا الصامي يا رنو أما لقيا بما دام هذا حاليا حركات كل إسلامي جاي الصومالي أم كجري وحرقيا بع أنت شو شغوف وين وعي صوب حين القاعدة وعي صوب حين داعش والمكي خان المسلمين كاي ما صرفت هذا حكم كنت قبسين رجعت وين وهذا نن بحصد هي نن حبس كل أمام فصل هلا والشباب كده يردي ما أفكر أقول لك أنا مركز تاني تاسي إسكال عدعيان وانكو صلى الله عليه وسلم داود دياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وعن السلام تعالى إيو الشيخ إيو أخوين كصوماليات إنو فرصرية سنتا يا عي مقع عي ماشا جوكتت مقع إيو يبن محمود وجو دمير بون القلق برادس هيا فالسؤال كو أدن موضوع عن كان لنا دي برامج كان لسعوتي سعودو أسفي عن موضوع قرار ضبع عن كائما دي لكن خان رضا الشيخ إنا ويديو ندام كان أصب إيو شيخ فرقوين كان أصب إسأبابول مرعيل أصب لبحيا ميجي سنديرين علماء الصوماليات برمد عليك وقوهي لأن ندام نوع عانو كلا وصندر كا يدمونين كصوماليا وصنكال لعن لون صومر عمر الوين الصومالية، وح على صوتها إننا مكستو على كانوا دلني يرد أوهرين دفك لوشو بكر في كركش، دلني يرد أنا سيد أختها بمجستو المودين نجع عوية بحيالها معناها واجيران لكن ما إل بدنو وعيدين بروحنا معناها صنو لكن مثلي ذي إننا مكنسو لغور واقع دلني يرد الصومالية دولا قف إلى سكرة ودخو كوفا فكرة. هذا ما سنتها سؤال هذا وكما كان جود أنا شيخ إن شاء الله سؤال هذا إيه أذو إسمع صناعي بالكسود بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت أوفق وحسوي دي سؤال ونكسن هرت علماء الصوماليات وعيقلين تا سجوكتا أي أوضا رنتي ما لقم استاجن كواحا هدي إيسان علماء كورتيق لهاي تدبات ميدي ذلك الوريق العام وحاسد هذا وانسقول الرعنية وانشاجن التاريخان اللي هو ده وياي وحكهور تجيب حي رمادي دعوة مرتد الكه وضيعه دعوة قولي ستي دعوة قارنوا فشل انتقالوا يقولي ستي دعوة رنت قولي ستي الصومالية وحبذا كبد الشيء الصومالية ملكي حتى بربرتيه مؤامرة خارجية إيو تمزق أم بربر داخلي يكون عي سكاش ميري دتك استعري أو دتك دبده الواقع تنرع عيه مراكز الإسلام قد دبده وقفري وده دتك جوجانا كهرة سكول ده أفرى جمعيات خيرة أسم يلون علي رنتوا دعاء ويا علماء لا عبسي ده اللي يرده وسؤال وجهه وهاي عبسي ده اللي يرده كقبان فكر كان إني قاطان وقولي تاجنتاي اللي يرده حوار موجود ده فكر كشباب وسألتي سؤال ليس انتهى كان تكفير كقارب ذنب أكون دقمي قارب ذنب والد كذا إيجا لكلا إربي وكلا جوان نبات ذنب قارت اللي يرده أفكارتان كردو دوانا مركز الصباح أي سنة مروا بقى وحبي كل هريسة أو دواتي قاسي نيسة كليا لنيرادة وحان مروا بقى وقباغنا لنيرادة سيلوغة إلا ليا رنتان سيدة حرمات بيبان تواوين من الوحا هو يفتع علمدو إني وعي قلنت سيحولي أقوى الدولي وقارهان مالها لنيرادة بانتا سي إسكولة إيه جامعاتك إيه مالها ناديالك لنيرادة إليهين
دعوة معاصر أو سيستم كذا اللي يرد يكون حجرانه أه سوشيال ميديا إيو إيو فلها مارت شدي سو جروب جروب هي إيو لغدا إيو لا هي كإمرأيان حاجة وعيقة محاضرين كوا جهن إيو عيني تمن عيان إن الله سماه وأنا متقدر عدي لا يرد وحنا كل صعدة وحاقب الأودان قلب كل بعضنا وحواي إن برامج جدا وزارد إعلام كما دام ما أنت أنجي قولي ورد مضوش في تيبي غارن كان وقف رأسنا هنا هل كان كيرادو إن وقت دار وقت بدن وزيرك عصمنا ورجينينا إن أرتا سفي عن وإيش أقول لفته إن وقت دار أو عيقلين الله سيئ أو أرمها جرمانت أو حساسي لها ورجين رسمان الله سيئ علماء إي أقويها مضانا كلا تبا وحكي قرنا يا رنتان أو رجال ضرطة إي كميديين رجال ضحبرت إي كميديين ما دام يقو إي قرنا يمالا لك سوقي لك إن إي التدور لسيئ علماء إي قانك وغادو أو عيقل مضانا سيئ وذلك سلي حالو هذا مهم كاوحواي استراتيجية الدولة ده دولة الصومالية وحل سارا قارها وزارتها وزارتها إكملتها معنى قاء إن وحيابها أخلاق حمضاء هي وحيابها مجتمع داخل كصومالية ده صوبا إسلامي قاء كهور إيمان آية وإنت بدن قال ده هي ودما ده أجنبي أو كيانو أما ضدك تقع يسوى قاطان إن ضدك لقع العالية شريعة الإسلام كان يكاد شريعة الإسلام كان برامج سياسات وسعودة ودار الدين ودار العدالة هي مؤسسات بدنا أيها وظهر وسعودة هي شريعة الإسلام كنا دستور كونه هو قرآن تهاي واحد بدنا كمان نوال فلية لكن إن علمي يسون الدولة يسون ولا ميسترا إن شريعة اللو فلية ضد كنا نوقف شيء محاضرين على عد إن لما غيبها غيب بقول في مسدية شريعة واحد فلية ورث شعب كواه وين فلية غيب طبعا بقولك والله بعدين كدولة دو إلا ده هنا دستور هنا وهو قرن تاي وحنا ولا قفل يا لكن إلا هذا سكون دبرنا إن سكون دبرنا وسيع أن الله صابن لقوا أرد هذا فرما الحوينا رئيس الوزراء كل وهذا هذا لأن كنا ربنا علمنا هذا أن جوانا كجارنا ذلك أن ذل مسلم وهاي دينتنا وكل غيوان كل لا لكن حرمنا إن سبنا ما يسترون وجود بقى دينته ذل مؤهل وهنا أي محكمة لها إسلامية أي محكمة لها شرع يعني فلسطين أو حياة بها التونسية هي أما ده قام حمادة أما الألوشكا أما وحياة بها الدعوة عادة تجيد ولا دلالة هي عيد ماذا رفتوا إيه وحياة بها سلم وحياة قجات كي دراجس كي وحياة علاقة إيه وحياة بدنو ده قام حمادة إلا جزول يوم مركب مجتمع نظيف ونزيه على قدوه دعوة دعوة الرؤوس وبيرتي وحلا سعة برامج كلهم كتدواتكم أنا واحد لينا أصدعونا بالحق كحد الدوان شيعتي إن مرعى سلب هذي داود أخذ كجرا أيام دوني إن السياسة حلو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله مرعى ما شاء جبت. والله لو واحد جب إن ذك ماذا أنا أبدي. مرعى عين. مرعى هو عبد الله محمد يوسف. عبد الله السؤال شاء ذي سؤاله. ما شاء الله وله والله. رأيي. والله هو عربا. أنا أنت معنا رجال الله وموضوع مهم ومضي سبان كلهم قادة ومضي معنا سنين أنت مكبر وحسنان بيا شيخة إذا ما أنا ورياشة برانش كده دينا يا نوفتي قوانا هيا مركز وعشة أنا وصل هذا ما حسن هاي والله الشيخة دو حكرة واجيي لما كان حتى عالم كقول واقعي وصادر الله إن سفر خوية هاي معنا بلغ مصر صح مركا مصر معناها نسأل أقنا هي ودود قود له ملتري له ود له مص كامستي حماينا يدرون معناها إن إسلام قاعد طبعا معناها وحماينا تلال كود موجي وارنس كود موجي نمحك قليل مهم ده واحد هاي لما كان هذا ما يدور كي كجان إن أخون اللي هين مغطو سهل اللي سعيش هذا معبد الله يا مركا إن قاب إن ده تري نسوق ليانه جمالية كبر حال تناسي اللي هين إكسامة يوطا سوقها تقدرت وحام عن كياتا وحويري بوك إنجلشة نريقها يوحويري معاك برتين إنجلشة وبرك ليه أبلاني لقد إنجلشة كبرناي وكاس إنجلش كليه ماشا كموسوعة توحويري لا خلان كشا بيكوس عجرة مثلا قورك معنا سيد ومبريكي كيسو قوصة لها وكلي حب لغن قوضي لكن أنا قوح على بريوه إنجلش كي لكن سين دارت وحاكوش لغن قوضي وحويري ماشا صلاك حامباتا إرلوتي فكرت ما كان يستطع فكرت بأن مريكي ما تسكوصة وكا ما كان يستطع لنسي دربان ليه جليه salgama yaa marka in jaamacadii laftigooda ka hanmada ma heystaan oo wadankiina wasaaradu qaftay ma tahay oo ay istaagaan taas ee macna ka fajignayn salgama yaa si inta buugna in xariin noo saaraan buugna saaraan maan si sabab loo daa aga loo soo biyaan fikirkooda tan khatar waa كون هذا سكول واقعي يكون كله، أنا يكون سكول واقعي يختصي ما نشاله، هاكي يوم كله، وحيختري يكون وقت أساتذة،
جامعات واخا دغه او لي قانو او حساب او دقاله هيستا دكا تاكولي او بيلا كدشاي صح marka ardada marka dhigtay kulliyada cilmiga sida caafimaadka engineering sida xisaabaadka dhaqaalaha beeraha ardada soo dhana waxa weeyaan badana waa ardada ay xoog saar doonaan marka xaqiiqtu waa kaas kaas oo keenay maxay kaas soo sheekh sheegay ma la aqoon oo sharci ah oo mudanaysa isku difaaci kaan ma leh anaa laakiin fariinta aan rabay inaan u diro waxa tahay qolada cusub saddex arrin waa muhiim sax ma ilaaliyaan tan koobaad دعوض أفرت سنة دي سعودي تذكر أفرت من سنة أفرت من قرني بيرت مسلمين هاي صح مركب الصومال ده إني مسلمين دين تو ده إني مسل إسلام تاي إني ده القرآن كي برت إيروقا إني برت وين القرآن وكم برت قط كلامات وإني وح كسر كبريا مالل يعني الجهاد في سبيل الله سلمي له الحياة في سبيل الله إني مش صح تذكر إن نال نال واحد الدمينين وح وح هذا جرا إن إن الرتاعي يا رب تذكر حويان معانا دي نبه هرنا هر يا لوسو لوسو قديم تكلم استحاضو حوي وعن كذا معانا هنا ضياء ديك سليم إنه مقرن الساعة ضياء قبادين إنه حويان دب دك إنه علم قلب كلام استحاض وين الدياء المقدام الله هذا أي حوار أي مناظرة أي ضاد وأي حاجة رجع سكاني منذ مرك إذا دعوه أي أيلان وان بلورك كسابة وضاد لفتي علمي دي بجوكته هذا نبي جوكان إنه قلادان وضاد ضاد إنه قلادان إن هذا حضره إن هذا رجله ولا مكشوف وعد مرت كود أي نقرن السعادة أي ذكر أشر حيانا لقال الدوضة تعالى وحويا وأهلمي هوي حق دول دو حضرها صح دول دو حضرها لما كان ما نمنع صماها صاحبه وحويا إسخلافين تدواتي نافت الشيخ وشيخي ودك ويجوغان من قبل أنا ويجوغان مقرتها دول دو طلاب يعني كقاعد بالكواسة كفر بدل كذا قال بدل وأدنى فتوى أدنى مدن مجالس كان عصينيين وأفكاريين ومنهجيين ورسائلين وحتى اعتزال من مجتمع كبحي هذا تقول تقولين إليه وما تعبانين صدق صدق الكون ما دام كل واقين حنقبا إن دولار فر حنقبا إن رايرو وحدة لويديو هذه مجرن صدق أو قلنا دي علماء دور كده مكاسب حياة علماء دور ليس زاد وقف في المدينة دور كده قبسنا ليس هذه مركا حق كان غلان سيع بان عباس وكله أنا ضارب قوارب وأدري ولضاري ورب ذلك سوء لي كذب حكسب حنا كذب كذا فيني لكن مك أوه الرئيس أنا أقول بلعب قبض أمني وحرق أنا أقول بلعب كنت لا تأيل من صح سلام درحان هذا جماسي رنتي مال هذا في عنو كعبر مال لو تنو شر عن رمضة كي يلا حتى سلم أبو قاسم يقاتي فترجع أنا وأنت كأقانا رب ذنب أنا كأقانا تنايا ما كله أم كبدن ورق العرسوة رق أقوامنا لسن سنة هوري في أخلاقيات كذا هي اجتماعية وهذا سرية هور مرت بدن سمي حاجة أقانتي حاجة لغارها أنت لكن إن سيد هذا خد على وحي هذه مواهب تودي أقون تودي موعودي دعوة أفرت الكاس أنا كم فاقد لسن أفكارتي أي شيء خد لنا قاتين بي كل أي لفظ لسن لعند لا يتدور خصمايان وده شخص كذا وصحبه وسنسان مجتمع قالوا هستان بي كل حمل الماني كل حق شغلتين الجامعات كذا معلمين كانوا قدنا يعني كل حق قنع سدين مركا رنتي وحان إلى هذا مركا قاركود يعني ومجموعة مثالية في عند الله خسارة معناها لنتيوة مركا أنا وحان إيه ذا وحان أخرها سنة وركا عبد الرحمن فرت كوحاها التكفير كوهذا جري أفرتها هذا كل الدنبي أيقا أو دعوين أيقا أو غري صح أسر أيقا أيو إلا قد أحبها ما أين ولي ما إشقاقا لكن كواحدة عند محمد عثمان وقامنا محمد عثمان وقامنا إلي كبهين وحكيدوا كسيبها هدنا الشبابك هدنا شبابك داعشة كسير أحبها هذا وجد الساسة الله سعودة أمريكا وحصل نوع تخفير كالسكو ذا رأسين إن المجتمع على قالسي من نوع قيدة وكي تخفيرك من نوع وكي سياسي وأيو هدي حتى ضاع لسي وحب تأمي سنة ويسن كل ده قالمي أنا واحد سيها رجع أنا ورجع هدي موقف كذا يدبوا مراجعين وحوار أقول هذا وصدق هذا الشيء قال إني برنامج دعوة صور لقاه أنا أمرين معي أنا أقانت هذا خبرة هذا يكون عجل كذا مجتمع قريمين عاية ولو وهذا هذا الوحش كان يسمى حمر مدرر أو أنت هذا بظن أنا ويجدا ويناية أنت الجامعات كذي بدي جبنا بينا مارت أيام كلا بحياة دبده ما لسه لكن وحن آمن سنة هاي مركز رجع لفيريو خلفية دعوة إني سكدر دقي الدولين قاعد كهذا يدقال يعليت المواجهة مو مالينا صح
ولذلك waxaan isleeyahay waa rag qiimey kara marxaladda Soomaaliya maanta marayso waa rag qiimey kara haddii maanta isku dayaan muwaajaha toosa iyo mawaaqif daaisha oo cashwaay inay qaataan wallaahi laakiin ku dhisan inay mujtamacaana dhibaato gaarsiin karaan iyaguna ay baabi'i karaan oo dhibaato badan ku dhici karto maantana aysan sidii weelasha yararka aysan juqaha iyo meelahaas ay luuqyada aysan ku nola kan marka anigu waxaan aaminsanahay sida uu sheegay Cabdiraxmaan in haba yaraatee sida haddaba dowladdu ay sida deganay loola bilaabay inaan qabd xadiidiya iyo qabasho iyo weerar iyo lagu sameynin laakiin waa la yaqaanaa waa rag waaweyn caana in loo yeero oo shaqsi loogu yeero oo rag culimaa ugu yeeraan oo lala fadhiisto oo lagala hadlo in dalkan iyo diintan iyo dadkan loo wada turo oo wax lagu heshiiyo oo la iskaashado oo xataa dacwada xataa afkaartooda ay ku qanacsan yihiin laakiin iska tanaasuleen caqiidada laiskuma khasbo laa ikraha fi diin yacni qofku wuxuu caqiidisan kuma khasbi kartid ilaa ka bax wax kale caqiidada dhamanay kartid qancina jirta hadduu qanci waayana waxaa lagu heshiiyey wax kale badan waxaan waa inaan hal khabar meeshan ku daro aad muhiim nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu kasoo haajiray maka oo madiine u yimid madiine waxaa ku noolaa dad muslimiin oo aad u yar waxaa joogay gaalo aad u badan nimanka uu lasoo heshiiyey oo balanta uu lasoo galay 73 qofood oo raga iyo 2 gabdhood 75 ay ahaayeen 75-taas waxaa la socotay 500 oo xaaji 300 iyo 25 gaalo ahay ku dhex jireen oo marka xaj gudanaysa marka waxayna ahayn keligood dadka reer muslimiinta markaas jira macnaha waxaan garanayaa marka dad aad u yar ayuu markuu soo haajiraya madiine jooga muslimiin markuu magaalada madiine yimid wuxuu heshiis la galay dadkaas muslimiinta oo maaratay ansaarta oo meesha loogu yimid iyo muhaajiriintii soo haajirta kaba badnaadba ay markaas loo soo maaha iyo yuhuuddii meesha joogta dhaqaalahana gacanta ku haysata oo dadka waxoo magaalada maamulaysay iyo gaaladii kristanka gaaladii wataniyiinta ahay oo meesha u badan ayagu oo sawaadka guud ah xereeraha intaasuu mucaahado u wada qoray ah in magaalada madiine ay wada difaacdaan isla noolaadaan oo iyo sistemka dowladnimada markaas u hogaaminayay lagu wada hoos noolaa marka mararka qaarkood dadka iyagoo isku afkaar ahayn masaalix mushtarak oo la wada ilaalinaya jirta oo kulli dadka dadana ugu jirta marka waxa afkaarta marka lala niqaasho hadday sida aad Cabdiraxmaan sheegay ay kasoo laabtaan in Macbaas marka lala niqaashay xujad intuu baxday yaraha mis waaya anagu mis waaya waxaan soo raacnay manhajka ahlu sunna waljamaaca dadka muslimiintaana islaamnimadooda iyo macnaha dowladdaana yacni anagu ma garasayna laakiin in la islaaxiyo oo dowladdii la islaaxiyo mujtamacii la islaaxiyo dacwo lagu islaaxiyo oo shareecadii iyo tadbiiqii shareecada in loo gudbo si cad maaragtay loogu wada istaago macal dowlad iyo shacab la iska kaashado haday kusoo dhex biiraan oo tiil ray waayo hadday xataa taxafud ka qabaan oo yiraahdeen anagu kuma qanacsanina waxaa la awoodi karaa in markaas lagu heshiiyo wax kaloo caama oo laisnabadgeliyo oo dalka la ilaaliyo istiqlaalkiisa oo aysan dhibaato aysan dhicin maadaama barnaamij qaybi u dambeeya aan soo gaaray khad u dambeeya aan doonay inaan siiyo asalaamu calaykum halo asalaamu waraxmatullahi wabarakatu magacaaga meeshaa joogtid maxamed ayee bal barnaamijka hadii aad la socotay su-aashaada ku aadan موضوع هذا برنامج فكرتي اخر مره لا تعرفوا ولا غير مفهوم يعني ربنا هو الله سبحانه وتعالى وما بلا دين هو فجيو قبل بنا دين كان هو معقول عشان نص مال انت بلد وقلت يبقى له ود ود عبد المسلمين صح فك يعني وحار ما وحول بارت ما كذا سنان يو حسلوني يو كرسوني يو متقنا ولا حال يو حد ود مايو فك انا حد حلي ويا دبا هو متقنا ما يعبح ما يعرف صبا تابعونا من حقي انه دبا ماشي ماشي سفوا انه دبا مين oo mutaqaana wada hadal loo sameeyo hadal ugu dhigina wada hadal loo sameeyo haddii ay yihiin dad mutaqaana dadkan ka aaminsan lambarka wadana in horta in la ogaado muhiim sooma marka waxa la leeyahay ummadda islaamka ee soomaaliyeed dhibaato ka muuqda gurto burbur ka muuqda gurto qaraac ka muuqda gurto waxa uu ruuxa ka fiican sida hadda uu sheekh uu sheegay in wada hadal iyo wareen iyo musaaraxa la sameeyo qof in la xiro oo wax mutaqaana dib loo geysto iyo problem la kacsho ama mutaqaana dacaad la sameeyo wax aad faa'iideynaysa ma leh waxay ku qorxoon tahay mataqaana wagaas sida uu sheekhu sheegay waana salaamaya ummadda islaamka meel walba ay joogaan boqol aada umaadsan tahay kolley fikir caama haday uu ka hadlay waxaan rabaa horta kooxahanta darufka ah goormay dhashaan 3 Ramadaan inta badan ay ka dhashaan horta marka ugu horreysa asal waxa uu ah shareecada islaamka khilaaf alislaamiya markay dhacday 1924 caalam islaamiya waa burburay isticmaara ku habsaday reer galbeeda iska degay kadibna waxaa bilaabatay in lala dagaalamo macaalimta islaamka yacni shareecada laga fogeeyo nolosha dadka waxaa la isku dayay in dadkii waatay kacdoono sameeyeen waxa weye albaabku ka baxday rashidana kusoo galay waxaa bilowday marka in shareecadii islaamka iyo dhaqankii dadku ay lahaayeen iyo caqiidadoodii iyo xukunkii iyo maamulkii lakala dhexgalo in loo diido in shuuciya lagu dumasar oo kaleeto hadda marka culimmada la leynayay shuuciyada laga soo minguuriyay ruush iyo bolshafiyadii
ستاليني ايها تذكر نقول لنا جماعة الناس انت سوت مركز سوق قومي على البادية واحد جرنا غرافة ايها هذا الكود نذكر حال قومي ذكر ومن مدينة اسلام كوان مركز دين على بعضنا هذا نوحا وهي وحي كلي ابو وحيبا ابو روحا كمدة مركز فرت بدك وبعد انحراف كدين تلقى انحرافه فرصة لك وحكى له تو يكون أول ما أمريكا وحال جودة وين كرا أو يجينا لوقت تخلص كرا سيد عالم إسلامي سيد علي دولة إسلام كي يدخل خبرته وبعدين ممكن دمه بحاول ندي ترو لهم مركا لكن دي الآن يتضرر فوق ولا لوصل لشيء مركا وحال الرهادين أبو حال وحال الإسلامي وحيابا يكون عند عوضان بأي سلميس إمام ما شو إيمان وإن ديت اللغات تاثرت عليك وين كاسوا وحكى له أنت بدل إيه كنا شهادنا وقع عنك هذا في عنف في دجالته قفك هذا مكلاش يقولوا هذيك وقصوا كشهادات ما ترى أديته ما كده ما ليك هذا ما يسا هذي قفك جانس للسي أنا السينين حوار أن لا قلانين يا ولا هذا المجتمعات ك مركز النظام كحكم مدني هاي أو حريات كجيران كم رحفاف كران مجتمعات قمع إذا هذا مثل مصر روح كدعاء وجدة مصر ده روح كدعاء وهي مركز ما بوري سا المجتمع مصر أنتوا ده بدنا يتضرروا في كلام صح ساسي يعني يكون سعطة ها يكون سعطة هذا لما كان خوان مسلمين كأي مدنيين تها أو صندوق أي من سنة يعود كأي وعيسى كأي سعطة أي مدوار أو يري جد خل دنا مرتبة أرك دونتين ولا دين برشدة ونسينا هذا أي نقطة نسيب دره يعني إن ما أنت اللي يردوا ذي أنتوا ده بدنا وحاله ده بقى يا ما أنت اللي كبيران يعني ده قال ده يعني مركب ننفق واكينا دين تو الله فقاتنا وكنتا يعني وهي ما وكنتا حكمك مركز جيرو حكمك مركز جيرو هذا وحق وناكس إنه إسلام كنا وياه ونو محمد صلى الله عليه وسلم أو نبري مجتمعات أفكار وكل دولة كنا لكن إنه جرت مبادئ هي وهي ما الله وضع إلالي إن حوار أجره وقول للناس حسنا قفك الله كسب هذا قفك أخلاق هذا قفك دين تبناك كي جوا قبل ربعين أخلاق هذا داخل ده وكسب هذا يورا جاي قفك إسلام كله آمن سنة لكن أفكاره كود جدا وحوي وكسي سهل يعني مركرت مبدأ هو نفسه تعسوا مرة ما مبدأ أصل الغلط هو قلت خد كل ده بيا روا قلت بأخد روا صح قلت كحوي أن سوشا خش جاي كل سبب قبل وقتني عفرت مركي سيستم كي معناه مر سكول أي عالم إسلامي وكل صح هذا وصفع على ضحي وحاب لو دلالة ترتن وحاله قال لي وقت العصب والدور ضفر بمن إلى كنتني عود عالم إسلامي صح حركات مركي جري وما صائف بحي وحيد هي بلدي أنا قال بديل كانوا قاين الدول كان مع الدول كانوا حاكين سوشا خش جاي قال لك أنت إذا أنا قال من الآن سلمي سعيل خلافة دي سعيل إنه هو تذكى أجدا حركات ما تذكى فيه سبحانك الحياة خلافة دي سعيلية هل أجدا هل أجدا كم راح يصير جيت كمرك الوقت هل أجدا كم راح يصير يعني خلافة سعيلية تطبيق سعيلة تذكى الروح حكومة ومصطلحات في عن واحد من قصة مسلمة أول هذه لكن فيه صح كون تكفير كه وضدي بقفين طلابه سجود حركات ممكن فيهنا وحيكونوا قفسيين إن أين البديل كان ممكن الدولة الحركة ليس بديل عن الدولة ولا عن الأمة ومضوا أيضا لما يستلم أو وضع الصعطاء بين الناس ما يستطع ما قلتها لكن كوح صوب حالي شنن أما أفرتنن إيو كلهم قال صوب حالي أنا عالم كتالي إنو سوعي إنو وحا وحاوية الواشاك وشاي مصعون اسمه قبل برامج كان سوق روحان روا إن كان كوح دان هذا أمير كوه وحير ودغدي وسكنير كسو كوبتي بس دات كي اوغادا نكا تاريخ سي وحيابه اي اي امريكان مصطفى كامل ومصري وانين او تضربات انجل الى كل بافي وانين او فيلدغا اكاديمي كسو جيري جامعه مقلا سنه السلام علي كسو اها وانين او رغي او هريي كساموباي سن لخدنكي دبكي اي جامعه عبد الناصر لا يرد إخوانك وجيستي كدي من هذا لكن بوري نكيل لا جان قادم ويه أولي بنا أوهري هو كقادم وها كدي من هذا تدواتني عفرتي حاويا نحوها هنن ورجي يا هين وفي النهاية لا دوحون غدي أمريكا جماعة أو مجانا خد عصب حس ودينه هرت الصومال ذم حمس وروحين يا وده ماذا دي بده أيه وح بس بس كلام يا أيه كلود الصومال وح بس بس كلام يا محام روح ناي ون مرة أيام الله واحد وكل ناي مرة حالوح الكمال وهرت دينته ما مو حيك صوب حاس مصر ما يا دينته حاويان أفر يا تمصر كار قربي بيجرتي صوب شاب شقي مرك واحد دتك إني فهمان ودين تبرتان وأنا والله والله حاويان ديك الله يسلم الله يسلم قد كنتم بيا يا دوليا هنا سيو هلا داوود اه السلام عليكم السلام سؤالش هذا موضوع قادم سيد وقتي وانا سويا سوكو هذا لو فوق على هيك ولا لو انا هو فكر بان وتا سؤال ما وتا اه نمن كان بلاش بالسالين يا ونمن رسلدان او قناعتها او ام دبتو بران marka soomaalidu waxay ka diiday
oo fikir ay ka diiday nimanka shabaab ahaayo meel walba qarxinayay oo dadka dilayaan war ka diidnay ayagoo meel fafadiyo timir iyo hilib iyo casiir sabay cabaan war laga yeeli maayo marka intaas wataa. Asalaamu calaykum. oo aad u adkeed dhinaca wadaadada iyo xarakaadkana inta badan waxay keenaysaa rag badan intay cararaan inay wadamadaas tagaan marka ayna wadaagaan fikirka wadaada sheega kullama xukunka uu yahay xukun madaniya oo dabacsan oo xoriyaadka ilaalinaya waxaa yaraanaysa mucaaradada iyo dadka la dagaalamaya iyo afkaarta dibadda inay soo waarid aad u yaraanaysaa. Qodobka muhiimka ah oo runtii sida Cabdiraxmaan uu taabtay aan rabo inaan dul istaago waxa weye dowlad marka la rabo in la islaaxiyo diinta lagu islaaxiyo anaga tajribada 4 sano waxaan soo qaadanay nolosan odayaalaan oo hadda 40 sano dacwad ula jirna waxaan soo qaadanay si kasta oo aad banaankaas waxuga soo qaadatid si kastood xarake aad lugada la gashid dal masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa diin ahaan in la islaaxiyo waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed diinta inaan laga xigsan ee la dhex dhigo diintana dacwaha loo gaarsiiyo taladana meesha ilaahay dhigay bay caysaa talada waxa weye ilaahay baa bixiyay sideeda xarakaadka qaarkood akhdaada ay galeen waxaa kamid a waaqic jira ayay damcinayn karaan hadda maalan alqaacida waxyaabaha dhaawacay waxaa kamida 3 arrimood waxa weye in dowladihii siyaadada iyo dowladnimada iyo magaca jira ay inkaraan yiraah ma jirta amiirkaas qandahaar jooga ayaa lagu wada xiraya inta kaletana waxa weye furuuc wax waaqica ma aha waxaana waaqic ka shaqeysanaa sheekh islaam ibnu taymiya 900 sano kahor ayuu wuxuu taxliiliyey haddii dowladda ay kala furfuranto dowlad kasta meesha ay ku jirta iyo walaayatul umuur ay ku yeelanaysaa oo sharci ah oo looga dambeynaya maanta caalam islaami marka meel walba dowladaha ka jirta in xuduuddeeda iyo dowladnimadeeda iyo magaceeda iyo maamuuskeeda lagu ixtiraamo laguna islaaxiya la rabaa lakiin hatana waa inkiraa iyada dhanba wadanka lagu dhashaa tirada amiiran uga dhigayaa wax waaqica maaha. Qodobka labaad oo muhiimka waxa waaye dariiqa maxamed nabi maxamed sal sl wadada uu soo maray inuu dowlad dhiso ayaa xarakaadkii laga la'yahay oo maaragtay takfiirga ama xaraadkan dagaaladooda ee laga la'yahay nabi maxamed sal llahu calayhi wasalam waxa uu dadku aruurinayay dadka inta la aruuriyo oo nolol la abuuro fii maqaasid shareecada maqaasiday leedahay maqaasida waxaa ugu horreya ummadda in la mideeyo dadka midnimadooda waxta sumixu ladin wala tafaragu xataa qabaa'il aan muslimiin ahayn oo gaalaha iyo heshiise la gelaayo si ay u wada noolaadaan ay nabad dhulka dacwada ugu fido maka reer makaa ka mid a reer maka sulxu xudaybiya ma muslimiin bay ahaayeen haddana heshiis baa lala gelay intaa waxa weye dacwada in jaanasa lasiya la rabaa. Qodobka saddexaad oo ugu dambeeya waxa waaye iyadana oo siyaasadda ay khilaafeen nabiga sa waxaa ka mid a in ay maamulka iyo dowladnimada iyo systemka aan magaca diinta lagu muqoonno dadka ay wax doortaan oo dadka looga dambeeyo waxaa dhici karta ummadda inay doonato nin xataa iska caamiya laakiin diinta raba. Qodobka ugu aan rabo kusoo gebgeynaya waxa weye shareecada in la oogo in cadawajiis oogo iyo in cabdiraxmaan oogo shardi ma ahan waa in qofkii markaas talada haayo inta si xidmada loogu tago oo lasoo diyaariyo waa dowlka hadda maanta anaga xataa madaxweyneyaasha dalka soomaaliya waxay leeyihin waa culimmadu hanoo keentay nidaamkii shareecada loo ogolahay anagu diyaaran unahay taa marka dowr culimmadu rabo waa nimankaan saadicin aa waxaan lena xaqu waa musadac olba waa cadayba oo xaqu waa cadaaya waana yaallaa kitaabkana waa yaallaa idinku aqoontiina iyo dhaqaalihiina faraha badan haystiyaan idin barakeeye nugula soo biira oo kaalaya qarankooda dhisan oo diinta nagu gurgaadaadamasintaawadaaldhegaystayaal gudahaan barnaamijkii kulanka toddobaadka intaa aynu kusoo gabagabeyna barnaamijka waxaa igala qaybgalay shacal wajiis oo ducadda culimaa udinka soomaaliyeed ugu waaweyn ka mid ah iyo cabdiraxmaan saalo agaasimo xarunta al-irshaad ee ka faallootaa kooxaha xagdirka xaynu wacala cabdiraxmaan waa idinla socosay anagoo isku duwan waxaan idin kaga tegaynaa sida ayu nabadgeliya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.